بالنسبة للسوق أنا جالو نشعر أنه يعني أسعار نازلة صح، ولكن برضو ما مش بتناول الجميع. 1000 جنيه يعطوا فيه للمستهلك، وهنا من 1200 1300 وناس غادي حتى اللي من غادي يبي كاش، وضع مش مازالوا مضايقين يعني بالنسبة للمستهلك مازال مضايق بالنسبة للأسعار. طبعا هي دائما أكيد مش حتى الواحد يلقى كيف ما يبي، لكن هي أنا نقول نفس تقريبا نفس السنة اللي فاتت، لأن أنت ما أنه تكون أقل من هكي، لكن برضو أصحاب الغناوني طبعا أما تكلفتهم العلفة وحاجات واجد واشتراء بتاعهم يعني ما السنة يعني حتى العلفة غالية، فتوقع ما الواحد يتوقع أنه يلقى سعي من دون الحاجات الأخرى هو رخيص، لكن إلى حد ما فيها أسعار فيه معقولة يعني. يعني واحد يلقى لعند 600 لعند نيفي اللي عيد اليوم مش زي اسره صغيره، مش زي يعني واحد يدير كبير حتى ربي ميسر عليهم، ميسر يعني انك تتعيد بيني حتى لي من 6 شهور تعيد اللي هي الجذعه، فالواحد يقدر يقسم فلوسه يقدر.